أيضا أرحب بناصر جبور رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء في الرباط. أهلا بك معنا. يعني تحدثت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن تسجيل هزة ارتدادية ب4.9 بعد 20 دقيقة من وقوع الزلزال في مركزه بجبال الأطلس هنا. هل هناك خشية على مصير البيوت في المناطق التي ضربها الزلزال، خصوصا وأنها إلى حد ما مناطق بمعظمها جبلية، خشية من انهيارات صخرية لربما؟ وكيف تقيم الوضع الآن سيد ناصر؟ نعم، الهزات الارتدادية متواصلة لحد الآن مع بعض التقطع، خلافا لبدايتها كانت مستمرة، يعني كل دقيقة ونصف كانت هناك هزة ارتدادية بمستويات بالقوة مختلفة. الآن نرى منحنى تنازلي لعدد الهزات الارتدادية، تناقصت كثيرا، رغم أن من حين لآخر تكون بعضها محسوسة، لكن أغلبها 90% أو أكثر غير محسوسة، لا تشعر بها الساكنة في هذه المناطق. لكن دائما لابد من العودة لشرح هذه الهزات الارتدادية، أنها ضرورية للعودة إلى توازن جيولوجي جديد، ضرورية ويجب تقبلها. فقط بالنسبة للساكنة اللي عندهم بيوت متضررة من زلزال، إذا كانت الأضرار كبيرة في البيوت فيجب الابتعاد عنها الآن. فقط للساكنة التي لم تتضرر بيوتها بجراء الهزة الرئيسية فيمكن العودة إلى البيوت بدون مشكل، لأنها صمدت في وجه الهزات الكبيرة، فأظن سيكون سلوكها أيضا مشابه مع الهزات الصغيرة بدون مشكل. هذه الأمور نقوم بشرحها للناس عبر وسائل الإعلام حتى يكونوا على دراية بهذه الظاهرة.